السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب لمعلومات. شرف هذا الفيديو كيفاش نعمروا المعلومات على الموقع وكالة الوطنية مقاومة الذاتي. كاين الناس ما يعرفوش يعمروا المعلومات، وكذلك في بعض المشاكل في رفع بطاقة التعريف الوطنية ولا الصورة الشمسية يقولوا لهم غير مقبول. إن شاء الله في هذا الفيديو نعطيكم جميع الحل هذه المشكلة. قبل مشاهدة الفيديو خاوتي ما تنسونش بالاشتراك وخاصة تفعيل الجرس بس يوسف جديد. نبدأ عبركة الله. هذا هو الموقع خاصة بطلب بطاقة مقاول الذاتي. أولا لازم تكون مسجل في الموقع، هذه حاجة الأولى. دوك نقلبوها بالعربية نفهمو مليح خاوتي. هنا يعطيك بعض الشروط نتاع خاصة ببطاقة مقاول الذاتي، صح؟ ومن بعد واش ندير، نهبطو لتحت خاوتي ومن بعد ديرو التالي. هنايا تختار النشاط نتاعك، الخدمة نتاعك كيما حنا نقولو بالعامية، صح؟ درك يا خاوتي باش يكون فيديو واضح نحو هذوما. هنا يعطي لك بعض النشاط، مثال يقول لك انا خدمات ثقافية. هنا يقول لك خدمات هنا حسب النشاط نتاعك اللي تخدم فيه. هنا تختار النشاط خاصة بكم. يقول لك خدمات المنزلية، خدمات منزلية، خدمات شخصية، خدمات أشخاص خد آخرين. مثال نختار مثال، هذه خدمات الرقمية كما صنع المحتوى على اليوتيوب ولا على تيك توك ولا فيسبوك ولا تجارة إلكترونية. نختار هذه ومن بعد يقول لك اختار بين هذوما الخيارات. مثال كما أنا ينقولوا تختار خمسة ماكسيموم، مثال مصمم جغرافي، مطور، زيد خاوتي تصميم ويب، مصمم جغرافي ومامو تاع صوت معنا تاع تصوير وكذا، فاهمين خاوتي؟ صح. زيد نختار مثال وسط اجتماعي، صانع المحتوى خاوتي. هذوما صانع المحتوى خاصة باليوتيوب وكذلك الفيسبوك تيك توك على آخرها. كذلك مخصص في تسويق عبر بريد إلكتروني، هذه لا، مخصص في إعلان كذلك. دوك اخترنا خمسة ومن بعد نديرو التالي. هنايا واش يقصد؟ يقول لك اختار كيما نقول حنايا النشاط نتاعك كيما نقول حنا رئاسي، فهمتوا خاوتي؟ معناه النشاط نتاعك اللي مهتم به اصلا، فهمتوا خاوتي؟ صح. انا يا مثال انا صانع محتوى على التيك توك وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى اخره. انا ندير منشأ صانع المحتوى تواصل اجتماعي، نكليك عليها ومن بعد نديرو التالي. خاوتي ركزوا معايا مليح، هنايا ركز معايا مليح باش يكون فيديو واضح. هنايا دير رقم البطاقة التعريف الوطنية، يقول لك هنايا رقم البطاقة هذا الطويل، كذلك رقم وثيقة الهوية. خاوتي هنايا نديرو رقم الهوية الوطنية، معناه نيمو الطويل، ومن بعد نجيبو نيمو القصير فوق الصورة، يقول لك رقم البطاقة، صح. هنا يقول لك الاسم واللقب بالفرنسية وكذلك باللغة العربية. اسم مثال نديرو محمد الحبيب، محمد الحبيب. اللقب بالعربية مثال شاهد. هنا نختار الرجل معنى جنس الذكر. الاسم الأب مثال عبد الملك، عبد مالك، عبد مالك. قال لك لازم لك باللغة الفرنسية وليس بالعربية. هنا يقول لك اسم الأب مثال محمد. اسم العائلة، اسم العائلة الأم،
اسم الأم. مثال نكتبه عائشة شاهد. هنا يقول لك اكتش زايد ديرو 18 جون في 1900 خاوتي باش يكون فيديو واضح. مثال 18 في 1995 صح. واش من بلاصه زايد واش من البلد نديرو الجزائر نديرو لغواط نديرو بلدية عين ماضي ومن بعد العنوان. هنا يقصد خاوتي يقول لك العنوان تاعك النشاط تاعك الى كنت في المنزل ولا في المحل او لوكال. مثال انا يا عين ماضي في مكان عين ماضي معناها واش من بلاصه عين ماضي بهذه الطريقه. هنا اجباري البريد الالكتروني اللي سجلت اول مره. هنا دي رقم الهاتف الشخصي خاوتي تاعكم. هنا يقول لك واش من ولايه لغواط بلدية عين ماضي. هذه خاوتي نتاع مثال نقولوا يجو يبعثوا لك بطاقه مقاول ذاتي في المنطقه نتاعك او الولايه ولا البلديه ولا الدائره. رمز البريد وركزوا لي على رمز البريد اكتبوا عين ماضي وبعد نديروا التالي. هنا يقول لك لغواط نديروا لغواط عين ماضي بهذه الطريقه. قبل ما تدير تأكيد او التالي دائما فيريفو المعلومات الشخصية وتكون بطريقة صحيحة باش تجيكم البطاقة مقاول الذاتي. ومن بعد نديرو التالي. هنا يا خاوتي ركزوا معايا مليح هذه المهمة جدا. كاين الناس يرفعوا الصورة ومن بعد ما يقبلوها لهمش تصويرة خاصة بمقاول الذاتي. هنا يقول لك لازم تصور تكون خلفية بيضاء ويكون وجه صافي ما يكونش ضبابة ولا فهمتوا وما يتصوروش بالهاتف. لازم تروح فوتوغرافي قول له صورني واعطي له هذا المقياس. خاوتي هذا المقياس هذا هو المقياس خاصة بالصورة الشمسية. وكذلك تسكاني بطاقة التعريف الوطنية من خلف ومن امام في ورقة واحدة. ماهوش تصور وحدها جهة واحدة وجهة واحدة لا مع بعضهم في ورقة واحدة. وما تعطيهم كما نقول احنا ما تعطيها لهمش بالبي دي اف لا جي بي اي معناها الصورة. فهمتوا خاوتي هايو. كاين الناس يجيو يرفعوا ويديروها بطريقة صحيحة ومن بعد يتم رفض المعلومات او رفض الصور. كاين واحد الموقع خاوتي ينقص لك الحجم نتاع الصورة. تبع معي مليح تكتب هنا في جوجل. دوك نعطيكم الاسم خاصة بالموقع دوك نعطيكم على سبيل المثال باش تفهم معايا مليح. دوك نكتب هذايا نكتبو هذا هو الموقع باش يعطي لك يسقى لك الحجم تاع الصوره. دوك نعطيكم سبيل مثال خاوتي. مثال هذه الصوره نشوف شها عندها الحجم شو عامل هنايا. هاي عندنا تقريبا 236 كيلو. هاي الحجم تاع الصوره كيفاش نصغروها باش يقبلوها لنا في نتاع خاصه بالموقع وكالة الوطنية مقاول الذاتي باش يقبلوها لنا. واش نديرو نروح الموقع شو عامل ليها. ركز معايا مليح التصويرة شحال الكيلو تاعها 236 كيلو صح. شو عامل ليها نروح الموقع هذايا وندير رفع الصورة نديرو رفع الصورة. مثال الصورة اللي قلنا هاي الصورة بهذه الطريقة خاوتي
تشارج شارجيناها صح، نجيبو التصويره اللي نقصنا منها صح. تمام معايا مليح، نبدل الاسم تاع هذه باش ما يتلفهاش، نديرو رقم واحد صح. نجيبو هذه التصويره، شوفوا هذه فرق بين هذه وهذه الصوره، شوف شوف 129، وشوف هذه شو شحال، شوف ها هذه الاولى وهذه نتاع اللي نقص منها الحجم نتاع الصوره. هنا كانت 236 كيلو، وهنايا شحال 129 كيلو، نقصت بزاف بزاف بزاف. باش الموقع ولا خاصة بوكالة الوطنية المقاول الذاتي باش يقبلوها لنا في صورة، تختار الملف مثال كما قلنا هذه، دير ليها ترفعها بهذه الطريقة. هنا يقول لك تيشارجي، ها هي شوف معايا مليح صح، تبع معايا مليح. ومن بعد ثاني نفس الطريق الى ما قبلها لكم، ولازم تكون مقياس بهذه الطريقه. هنا خاوتي لازم لك دير في ورقه واحده خاوتي، مثال ندخل نعطيك سبيل المثال، مثال هذه الصوره النكوه، دير تصور الاماميه والخلفيه في صوره واحده، ما ديريش هذه وحدها وهذه وحدها، ما يقبلوهاش، لازم تكون مع بعضهم في صوره واحده وبصيغه الصوره، ماهوش بالبي دي اف ما يقبلوهاش، تكون على بالك. مثال درت النكوه الاولى، مثال هذه الاولى وهذه الثانيه، كذلك دير هنا مع بعضهم خاوتي، ومن بعد تكليك على هذه، رجاء ادخال الملف، فهمتوا خاوتي صح. الصوره الشمسيه خاوتي يقول لك هذا هو المقياس، تروح الكوداك او صور فوتوغرافي قول صور لي بهذا المقياس، هذا مقياس يقول لك 3.5 في 4.5 مقياس تاع الصور الشمسيه، يقول لك هنايا اريد هذه لازم تجيبها بهذه الطريقه صح. هنايا واش يقول لك؟ يقول لك صور روحك مع بطاقه تعريف الوطنيه الاماميه، معناها تكون الصوره خلفك حيط بيض، وما يكون وجهك عوج ولا لبس نواظر ولا دار فاصمه في وجهك ولا حاجه في وجهك، هنا ما يقبلوكش، لازم يكون وجهك صافي، تكون كاميرا صافيه ماهيش مضبه، ولازم تكون شاد نكوه بطريقه تشوف فيها في الفيديو بهذه الطريقه باش يقبلوك. هذه هي تكون على بالك، وهذه هي تصورها بالتليفون تاعك وتكون كاليتي مليحه. ومن بعد دير التالي، دير التالي حوالي 10 ايام 15 يوم يجيك بطاقة مقاول ذاتي في البريد الجزائري او لابوست اللي موقن فيها، سواء كانت في الدائرة ولا في البلدية ولا في الولاية، وتخلص عليها 120,000، 120,000 نتاع البطاقة. هذا هو الطريقة الصحيحة املاء المعلومات خاصة بمقاول الذاتي او طلب بطاقة مقاول الذاتي بهذه الطريقة. مهم اللي عنده اي مشكله ولا عنده استفسار خلينا تعليق اسفل الفيديو، ولا يتواصل معنا عن طريق الواتساب ولا على فيسبوك مدونة حبيبي للمعلومات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.